السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. النهاردة أنا أجيب لكم خبر مهم جدا لسه منشور على موقع صدى البلد، والخبر خاص بالتعليم والخبر في الأخبار التعليمية عاجل. والخبر بيقول التعليم تلزم تلاميذ المدارس الرسمية والمدارس الخاصة بدراسة كتاب كونكت مع كونكت بلس. والخبر بيقول قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبار كتاب اللغة الإنجليزية كونكت المقرر الأساسي للغة الإنجليزية بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع فئات المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم، رسمي ورسمي لغات وخاص عربي وخاص لغات. يعني الكونكت بقى هو المنهج الخاص باللغة الإنجليزية المنهج الأساسي في كل المدارس. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية بجميع المحافظات أنه تقرر أيضا اعتبار كتاب كونكت بلس بمثابة كتاب المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة عربي ولغات، مشيرة إلى أنه سيكون مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع. فطبعا دلوقتي المنهج بتاع كونكت بلس وكونكت الاثنين مقررين على اولادنا في لغات او تجريبي بياخدوا ديسكفر. وقالت وزارة التربية والتعليم على المدارس التي تقرر تدريس مستوى رفيع ان تلتزم باختيار كتاب المستوى الرفيع المعتمد من وزارة التربية والتعليم والمتوافقة مع نظام التعليم الجديد. وكانت قد انطلقت في العام الدراسي الماضي منظومة التعليم 2 الجديدة، وتم إقرار منهج كونكت للغة الإنجليزية وتم تعميم المنهج على جميع المدارس لوزارة التربية والتعليم مع إلغاء جميع المناهج الأخرى للغة الإنجليزية. وكان قد تم تكليف شركة لونج مان بتوصيل كتاب كونكت بلس مجانا لجميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية لتحقيق هدف تخفيض الأعباء المالية على أولياء الأمور في تحمل تكاليف النقل والتوزيع لهذه الكتب. وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يتم سداد قيمة كتابي الطالب والأنشطة كونكت بلس والتي يتم تدريسها لكل من طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستويها الأول والثاني، يعني كي جي 1 وكي جي 2، وكذلك الصف الأول والثاني، بواقع 75 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونج مان. وأكدت الوزارة على ضرورة سداد قيمة دليل المعلم لكونكت بلس لكل من معلمي مرحلة رياض الأطفال بمستواه الأول والثاني وكذلك الصف الأول والثاني الابتدائي بواقع مبلغ 100 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونج مان. والموقع ناشر صورة الخطاب اللي أرسلته وزارة التربية والتعليم وعليه كمان اللوجو بتاع صدى البلد. ودلوقتي واضح جدا ان احنا لازم نذاكر لولادنا كونكت، وطبعا ده الى جانب المنهج بتاع ديسكوفر او اكتشف حسب النظام اللي احنا عليه. فمنهج كونكت مشروح ومتوفر، وبالنسبة لقناة فلاش تعليمية عليها منهج كونكت نقدر نذاكر لهم الدروس الموجودة دلوقتي لحد ما تنزل الكتب. وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.